after the degradation of the bilirubin, in the spleen, it is a release of bilirubin direct to the circulation. And the bilirubin are insoluble in water, therefore is transported from the spleen to the liver after binding with albumin by the non-covalently bond, by the van der Waals bond. When the albumin bilirubin complex enters the liver, bilirubin dissociated and is taken up by the sinusoidal surface of the hepatocyte by the carrier mediated active transport. إذن بعد عملية تحطم الهيموغلوبين بالسبلين وعملية طرح البيلوروبين للسيركوليشن للدورة الدموية يرتبط مع الألبومين بواسطة أواصر غير تساهمية بواسطة أصل فاندربالس مع الألبومين و because the bilirubin are insoluble in water لأنه عديم الذوبان بالماء. بعد نقل البيلوروبين من السبلين للليفر يسمى هذا البيلوروبين اللي ينتقل من السبلين للليفر يسمى بالانكونجيكيتد او يسمى بالاندايركت. اذا نفتهم من الموضوع انه الانكونجيكيتد او الاندايركت بيلوروبين هو البيلوروبين اللي ينتقل من السبلين للليفر. The transport system has very high capacity and therefore is not limitation for further metabolism of bilirubin inside the hepatocyte. Bilirubin binds to the specific intracellular protein, namely the ligandin. إذن تعتبر قابلية الكبد لعملية الطرح للبيلوروبين عن طريق البايل دكت ثم إلى الجي آي تي أو السمول انتستينال للجي آي تي تعتبر أنها ذات سعة عالية وغير محدودة لعملية الميتابوليزم. وفي داخل الهيباتوسايت after reach the bilirubin to the hepatocyte, البيلوروبين يرتبط مع بروتين داخل الهيباتوسايت يسمى بليكاندين. إذن عرفنا الانكونجيكيتد أو الاندايركت بيلوروبين إنه البيلوروبين ينتقل من السبلين يوصل للليفر. Conjugated of bilirubin. In the liver, bilirubin is conjugated with two molecules of the glucuronate supplied by the uridine diphosphate glucuronate. This reaction catalyzed by the bilirubin glucuronyl transferase of the smooth endoplasmic reticulums بالشبكة الاندوبلازمية الناعمة. إذن البيلوروبين بعد أنه ينطرح للليفر راح يرتبط مع جزيئتين من الجلوكورونيت التي تجهيزها عن طريق مركب يسمونه يوراسيل داي فوسفيت كلوكورونيت اللي يجهز لنا الكلوكورونيت اللي يرتبط مع البيلوروبين ويتحول من الاندايركت للدايركت او من الانكونجيكيتد للكونجيكيتد. وهذا التفاعل يتم تحفيزه بواسطة انزيم يسمى بالكلوكورونيت ترانسفريز الموجود بالسموث اندوبلازميتك ريتيكولمز result in the formation of the water soluble bilirubin diglucuronate. ويتجي لنا مركب يسمى بالبيلوروبين داي كلوكورونايد اللي هو عبارة عن water soluble يكون ذهب بالماء. When bilirubin is excess, bilirubin monoglucuronide is also accumulated in the body. انه يصير عملية زيادة من البيلوروبين ويصير عندنا عدم طرح لهذه المادة خارج جسم الإنسان، راح يصير عندنا حالة accumulated عملية تراكم في جسم الإنسان. The enzyme bilirubin glucuronide transferase can be induced by the number of the drugs such as the phenobarbital. إذا هذا الدرج يؤدي إلى عملية تحفيز عملية الإنزيم اللي هو إنزيم البيلوروبين glucuronide transferase المسؤول عن عملية ربط البيلوروبين يربطه بمن بالكلوكورونيت وينتج لنا مركب البيلوروبين كلوكورونيت. نجي الى الاكسكريشن اوف بيلوروبين انتو ذا بايل. كونجيكيت بيلوروبين از اكسكريتد انتو ذا بايل جانجليول كولاي اجينست كونستريشن جريدينت وين ذين انترز ذا بايل. اذا يتم دخول الكونجيكيتد بيلوروبين وينطرح للبايل ويعتمد ذلك على الكونستريشن وين عندما يدخل الى البايل. The transport of the bilirubin diglucuronide is inactive
energy dependent and rate limiting process. وعملية النقل البيوروبين ينتقل من الليفر للبايل داكت بشكل هو عبارة عن بيوروبين دايكلوكرونايد. This step is easily susceptibility to the any impairment in the liver functions. Normally there is a good coordination between the bilirubin conjugated and it is excretion into the bile. This almost all the bilirubin, more than 98% that enters bile in the conjugated form. إذن فالبيلوروبين الذي يتم طرحه عن طريق الليفر يواصل بايدكت للجي اي تي يكون على شكل كونجيكيتد بيلوروبين يسمى بالدايركت بيلوروبين وتكون نسبة 98% الذي يدخل البايل ويكون بشكل كونجيكيتد او يسمى بالدايركت. فيت اوف بيلوروبين. بيلوروبين فيوكرونايد ار هيدروليزد ان ذا انتستين باي ذا سبيسيفيك bacterial enzymes, namely glucuronide nidase, glucuronidase to liberating the bilirubin. إذا داخل طبعا المسار البيلوروبين والبيلوروبين راح قلنا ينتقل عن شكل من الليفر للبايل دكت على شكل بيلوروبين glucuronide ويصير عملية هيدروليز بالسمول انتستين بواسطة بكتيريا خاصة تفرز انزيمات تسمى بالكلوكورونايديز تو ليبريتنج ذا بيلوروبين المسؤول عن عمليه تحليل البيلوروبين. ذا لتر از ذن كونفرتد تو يوروبيلينوجين وبالتالي البيلوروبين تحول الى مركب يسمونه باليوروبيلينوجين اللي يكون عباره عن كلر ليس كومباوند مركب عديم اللون. سمول بارت اوف ويتش مي بي reabsorbed into circulation وهذه الجزء من عنده راح يصير عملية إعادة امتصاص للcirculation من مركب اليوروبيلينوجين واليوروبيلينوجين كان بي converted to يوروبيلين اللي هو يكون عبارة عن يكون yellow color compound مركب أصفر in the kidney and excreted the characteristic color of the urine is due to the urobilinogen. إذا اللون الأصفر اللي موجود باليورين هو عبارة عن وجود مركب اليوروبيلين. Major part of the urobilinogen is the converted by the bacteria to the stercobilin, which is excreted along with the face. The characteristic brown color of faces is due to the stercobilin. اذا قلنا اللون اليلو اللي موجود باليورين هو ناتج عن وجود مركب يوروبيلين واللون البراون كلرز اللي موجود بالفيسز بسبب وجود مركب هو او الستيركوبيلين.